عليكم البنات، كيف بقيتوا؟ صافا مزيان بخير. اليوم جيتكم فيديو جديده ان شاء الله، وانا غادي نقدم لكم واحد الكيكه زوينه كتجي بنينه، ديروها الوليدات الفطور الكوتي على حسب ضيافكم اللي مالا، كتبقى غير مساله الدريساج وصافي. بالنسبه لكيكه البنات، كنت هضرت معايا في الخاص قلت لي ما كتوريناش الدريساج، ماشي الدريساج اما كيبقى كل واحد والدريساج ديالو ديروه، ولكن الا بغيتو دابا نبقى نوريكم ان شاء الله. بالنسبه لغوسيطه البنات، عندي هنا بالنسبه للكاكاو عندي هنا معلقه ولا تجوج معالق صغار ولا معلقه كبيره، عندي كاس د الحليب، كاس ديال السنيده، كاس ديال الزيت، ثلاثه د البيضات، واحد دانيت شوكولا، عندنا ساشي ديال القهوه نسكافيه البنات، عندنا واحد فاني وواحد خماره فقط البنات، ما غنديروش هنا بزاف لان ما بغيتهاش تجيني عاليه. بالنسبه قصاد الملح راكم عارفين الدقيق، راكم كتشوفوا معايا القوام، ما نحتاجش نوريكم في هذه المساله. هذه عندنا هنا البول فاش غادي نخدمه. بالنسبه للبنات غادي نضيف سميتو البيض مع سكر سنيده، نخدمهم مزيان ونزيد الزيت اوكي، ومن بعد ان شاء الله تشوفوا معايا باش غادي نزيد الحليب والكاكاو الى اخره هنايا اوكي يا البنات. يلا هانتوما معايا البنات، انا من بعد ما سيبت الخليط انا درت هنا سنيده الزيت البيض، بالنسبه للكاكاو غادي نضيف هنايا شويه ديال نسكافيه قهوه، فانيا البنات، غادي نضيف كاس ديال دانيت كله. القبيه تجي هذه كتجي لذيذه وكتجي خفيفه كذلك ومهويه وكتجي معلكه، وضروري تخدموا هذه الخدمه هذه باش تستافدوا ان شاء الله منها اوكي. صافي غادي نحل الكاكا مزيان، ها القهوه بدات تذوب ليا هنايا. الخمارة انا موجدها والدقيق كذلك، يلا خليكم معايا فلوغات باش نضيف الدقيق بشويه بشويه باش تشوفوا القوام ديالها. البنات يا البنات، هانتوما كما كتشوفوا، غادي نجي حداكم، هانتوما ها القوام ديالها، كتجي خفيفه بزاف باش ما تعرفوا القوام ديالها، هانتوما شتيو يعني كتجي سوا سوا البنات. صافي كنديروا رقم 8 وكتجينا نيشان صافي، وخماره وحده فقط ما ديرولوش بزاف البنات. غادي نجيب المول وغادي نضيفها فيه، كنخول الخليط كله، هانتوما معايا، هانتوما البنات كما كتشوفوا، أيوا كتجينا عالية وكتجينا خطرة. بالنسبة للمول اختاروا اللي بغيتو، أوكي البنات، هانتوما يعني جاتني نص نص، دابا غادي ندير هاد الطيب، هاد الكيكة هادي خصها ضروري 45 حتى لساعة البنات، أوكي 45 حتى لساعة، لأن راه عندنا ثقيلة وخصها الوقت. غادي نديرو هاد الطيب، منين غادي طيب البنات، غادي نتكوها وغادي نسقيوها بكاس ديال الما فيه نسكافي ولا كاس د الحليب فيه الكاكاو اللي حبيتو اللي بغيتو اوكي، ومن بعد ان شاء الله نديرو لها الدريساج ونشوفوها مع بعض. هانتوما معايا البنات يا البنات، ها هي وجدات ليا، شفتوها شوفوا تبارك الله كتجي فتيه وراه مازال شويه سخونه وهي سخونه، وعندي هنا كاس د الحليب درت فيه كوبيل البنات ماشي الكاكاو، كوبيل الحلو غادي نسقي بها، ولكن من بعد غادي ندير فيها ثقوب، غادي نشوفوا هاد المرحله هادي فلوغات. هانتوما معايا
البنات شتوني كيفاش بديت تسقى؟ هذه مغايره لانها كتجي شويه عاليه. اوكي البنات تبارك الله غير ثلاثه د البيضات وشوفوا كي كاتجي. كنبدا السقه من الوسط، ها انتم كما كتشوفوا تعمدت ندير لكم فلوغ وليني باش تفهموني اكثر، وعاد نمشيو للجناب باش كلشي كياخد حقه في السقه. اوكي يعني كاس كيجينا سواسوا صافي. شتي كي كتشرب مي كيكون السقه بارد وهي سخونه، دابا غادي نخليها تشرب شويه ومن بعد غادي نديرو معاكم الدريساج ولا تشوفوها معايا في الشكل النهائي. بالنسبه للاصوص ديروا لاصوص اللي بغيتوا، راه عندي في القناه لاصوص البيضاء ولاصوص نتاع الشوكولا وعندي لاصوص نتاع الكراميل، يعني ديروا اللي بغيتوا. اوكي البنات خليكم معايا. البنات يا البنات الكيكه ديالنا هي وجدات كما كتشوفوا، انا شويه تندير تزيين شويه راقي كي المهم كتجي الكيكه زوينه، ما كنديرش كيكه عاديه راكم عارفين، المهم باش كتجي شي حاجه زوينه وفي الحطه زوينه. المهم كلكم ديروها حتى هكا لجا عندكم ضياف في مناسبات ماشي عند شي حد تديوها بوجهكم حمر. كنتمنى البنات الكيكه اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، ولو بضانيت كتجي غزاله كتجي هائله. بالنسبه للدغيسه شوفوا راه بدلت لكم شويه، شوفوا كي كتجي كتجي رائعه. المهم انا عطيتكم الدغيسه نتوما خذوا فكره منها وصيبوها. غادي نحليكم طريف باش تشوفوه ان شاء الله، باش تشوفوا كي كتجي كتجي غزاله البنات. شوفوا كي كتجي بالفتاوه، غير تبعوا المراحل وغادي تنجحوا فيها ان شاء الله. وبالنسبه للفرن راها قعدات ليا 45. اوكي البنات ما كملتليش الساعه وجدات. هانتوما البنات شوفوا تبارك الله التعليق اللي كتجي معلكه فيه، شتي هذا هو اللي قصدت لكم. شوفوا كتجي معلكه وكتجي فتيه كتجي مفشفشه، هانتوما من الداخل كتجي مسقيه. البنات كنتمنى هاد الكيكه اللي وجدت لكم تعجبكم ان شاء الله وتطبقوها وتردوا علينا الخبر في الكومونتير البنات. اوكي بالنسبه للفتاوى ما نقول لكم شي حاجه توب توب، ومازال غادي نفيدكم ان شاء الله بالجديد. بالنسبه للكيكات ولا الحلويات شويه تشجيع البنات، البنات كما جرت العاده. مع السلامه، فيديو اخر ان شاء الله.